اليوم بسوي لكم ستيك مشروم سريع وسهل والكل يقدر يسويه، ومكوناته موجودة في كل بيت. زبدة. اوكي الحين ننزل البصل. اوكي كذي تكرمل عندي البصل وننزل المشروم. الحين ننزل الكريمة. اوكي كذي استوى ويانا. شوف الصلصة صارت ثقيلة، راح نحط منها شوية هني نفرمها او نهرسها. اوكي وشوية نحطها هني. شوية بهارات، شوية ملح، راح نسوي الماش بوتيتو الحين، عبارة عن بطاط مسلوق نهرسه نحط عليه بهارات اللي هي الملح وشوية فلفل أسود، وننزل الكريمة. ونخلط في نفس مقلط المشروم صوص. راح ننزل الزبدة، راح ننزل الستيك كذي. وهني نقلب الزبدة على الستيك. راح ننزل الحين الصلصة اللي سويناها مساعة على الستيك، وهذه بعد صلصة المشروم اللي ما هرسناها بهالطريقة. وبالعافية.